أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقوم بعض الشباب بسماع بعض أشرطة المشايخ، ويقوم بتلقط الهفوات ثم بالتكفير والتبديع لذلك الشيخ، وربما يقوم بتأليف الكتب وغيرها والتحذير منهم، فهل هذا يا شيخ، هل هذا الفعل سائغ أو أنه لا يجوز؟ أنا قلت لكم عدة مرات ما يقوم بالرد والانتقاد إلا أهل العلم، فإذا سمعت شريط وأشكل عليك شيء فيه اعرضه على أحد المشايخ، ربما تكون أنت متوهم أو فاهم من غير ما قصد صاحب الشريط، فأنت لا تقدم على التخطئة والرد، بل ارجع إلى أهل العلم وعرض عليهم هذا الشريط أو هذا الكلام حتى تسلم من معرة الوقوع في الفهم الخاطئ والكلام في أعراض العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.